ازاي؟ والله ما انا ما اعرفش، انا استغربت على فكره الموضوع ده تقريبا بقاله سنه يعني مش قادره والله. برضه بلال برضه من اللعيبه اللي انا بحترمها جدا وبحبها جدا، بس هو غير موفق، لان احنا الفتره الاخيره قبل، تعالى نتكلم مثلا اخر 3 4 سنين، المهاجم اللي هو اللي هو تحس بيه ان هو لاعب كويس ومهاجم فعلا اللي هو يتقال عليه مهاجم، في الفترة الأخيرة ما كانش متواجد، مش موجودة في مصر خالص. طبعا. ففي الوقت ده كان مصطفى محمد ابتدى يظهر مع نادي الزمالك، فوجئت ببعض التصريحات من أحمد، رغم إن إحنا يمكن حتى أنا رديت عليه قبل كده، إحنا ما بنصدق إن إحنا نلاقي لعيبة كويسة. طبعا. يعني ما بنصدق إن نلاقي مهاجم كويس، ما بنصدق إن نلاقي حارس مرمى كويس. حلوة الجملة. طبعا إزاي؟ لا حلوة الجملة اللي بيقولها الكابتن إبراهيم، يعني إحنا ما بنصدق. الموهبة ما بقتش موجودة. كمدربين بقى، سيبك من اللعيبة، إحنا كنا لعيبة، إحنا دلوقتي مدربين. ما بنصدق فعلا، يعني بص بنتنشا كده على لعيب كويس مهاجم مهاجم، اي لا باي لعيب بقى، يعني انا بتكلم بشكل عام، بنتنشا كده ان يبقى في لعيب انت شايفين ان هو لعيب كويس، يعني ما بقتش موجوده. النهارده النهارده اللي بيعمل باص بس كده وباص اتنين بس كده سلام بياخد 20 30 مليون، اللي بيعمل باص مش اللعيب الكويس، يعني اللي بيعمل باص يعني ماتش او الثاني يجيب هدف او يعمل باص كويس بقى بياخد 20 30 مليون. في وقتنا احنا بقى كان يعني ابراهيم دوت على سبيل المثال مثلا كان ياخد بقى 100 مليون، والله العظيم انا بتكلم بجد، مش